الحقيقه لزياره اولى لمدينه بوكاعه، وانا اعجبت صراحه. نديري راني في لاسويس، يعني منظر طبيعي رائع، جو رائع. بوكاعة لازم نروح نقرا الاشعار اللي قريتها كل باش ذاك يكفي ان اقول فيها ما قاله ابن الفقون على بجايه: يا سائلا عن وصفها ان كنت ذا نصف قل جنه الخلد فيها الاهل والولد. بوكاعة مدينة العلم، مدينة الثقافة، مدينة القرآن الكريم، مدينة مساجدها زاخرة بالعلم. ما تعلق ببوكاعة
دعني أختصر، يعني عندما تنظر إلى هذه الجبال والوهاد تتأكد أن المجاهدين الخلص مروا من هنا. لا شك أن هذه المنطقة وضواحيها منطقة مجاهدة بامتياز، تجتمع عبق هذا الجهاد، تجتمع المجاهدون الخلص وقد مروا من هنا. حقيقة يعني شعرت بذلك، شعرت بأن هناك نوع من الجهد الوطني الذي بذل يوما ما على هذه الأرض لأجل استقلال الجزائر. بقاعة نحبها وتحبنا، لأن الإنسان على هذه الجغرافيا الجميلة تمكن من أن يخلق فضاء للاستضافة والضيافة، فشكرا لأهل بقاعة على هذا، على هذه الضيافة. وطنية نيوز، الواقع من المواقع.